قصة واحد. ستوري وان. هناك ولد اسمه هومر سيمسون. هومر يريد أن يأكل. هو يريد أن يأكل حمص. يريد أن يأكل حمص ودونات. يذهب إلى لبنان على الجمل. الجمل اسمه نيد فلاندرز. فلاندرز يمشي إلى المطعم. المطعم اسمه حمص أراس. آه لا، هناك مشكلة. هناك حمص وبيتا في المطعم، لكن ليس هناك حمص ودونات. هومر يبكي كثيرا. هناك حمص في سبرينغفيلد. هومر يذهب إلى سبرينغفيلد بالسيارة. اسم السيارة بات موبيل. هومر يمشي إلى المطعم. المطعم اسمه تشيكبي فيليه. هومر يجلس على الطاولة. هناك حمص ودونت في المطعم. هومر يأكل حمص ودونت بسرعة. هو يضحك كثيرا. ها 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 ها. Exercise 1. Put the following sentences in the correct order. هومر يضحك كثيرا. ها ها ها. يريد أن يأكل حمص ودونات. يذهب إلى لبنان على الجمل. هومر يذهب إلى سبرينغفيلد بالسيارة. هومر يبكي كثيرا. Exercise 3. Answer the following questions. 1. ما اسم الولد؟ 2. ماذا يريد أن يفعل؟ 3. ماذا يريد أن يأكل؟ 4. أين يذهب هومر؟ 5. كيف يذهب إلى لبنان؟ 6. ما اسم الجمل؟ 7. من يمشي إلى المطعم؟ 8. كيف يذهب هومر إلى سبرينغفيلد؟ 9. أين يجلس هومر؟ 10. من يضحك؟
End of story 1.